للمزيد معنا من واشنطن السفير اللبناني السابق مسعود معلوف. أهلا بك معنا سيد مسعود. إذا تصعيد من حزب الله على لسان أمينه العام، يقابله أيضا تصعيد من على مستوى المسؤولين الإسرائيليين من خلال هذه التصريحات عالية اللهجة بالتهديد، هل يؤشر هذا إلى فشل مهمة المبعوث الأمريكي؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. نعم، الجواب الذي أعطاه السيد حسن نصر الله في خطابه بعد ظهر اليوم مساء اليوم بالتوقيت اللبناني هو دليل على عدم نجاح إن لم يكن فشل مهمة هوكشتاين. جاء هوكشتاين من أجل أن يبرد الأجواء بين لبنان أو بالأحرى بين حزب الله وإسرائيل، فرأينا أن هنالك بدل التبريد هنالك حماوة، ولكن ما زال هذا التصعيد تصعيدا كلاميا، لم يتحول بعد إلى تصعيد على الجبهة، تصعيد عسكري. ما زال حزب الله بالرغم من التهديدات والوعيد الذي أطلقه السيد حسن نصر الله، ما زال حزب الله ملتزما بقواعد الاشتباك، لم يقم بعد بأي عملية تدل على أنه يود أن يكون هو البادئ بالحرب بينه وبين إسرائيل. صحيح أن هنالك مؤشرات كثيرة تدل على احتمال وقوع الحرب، التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل على مختلف المستويات، سواء من نتنياهو إسرائيليا منذ فترة عندما هدد بأنه مستعد إسرائيل بإمكانها أن تجعل من بيروت ما جعلت من غزة، وقادة عسكريون إسرائيليون يستمرون بتوجيه التهديدات للبنان. والآن السيد حسن نصر الله يقول، يجاوب على كل هذه التهديدات، أنكم إذا كنتم تريدون الحرب فنحن جاهزون لها، وهذه هي أدلة على قواتنا. لا شك أن حزب الله اليوم هو غير حزب الله عام 2006. عنده قدرات عسكرية. نعم تفضل. بأي عين تنظر واشنطن لتحذيرات الأمين العام لحزب الله عندما يحذر الحكومة القبرصية من فتح قواعدها لما يصفه بالعدو، وإذا فعلت ذلك يقول سنتعامل معها على أنها جزء من الحرب، وكذلك التهديدات التي تضمنت تهديد بأسلحة جديدة بصواريخ وأنه لا سقف ولا قواعد لهذه الحرب؟ بأي عين تنظر واشنطن لمثل هذه التهديدات، وكيف نتوقع أن تكون خيارات واشنطن خاصة مع الجانب الإسرائيلي؟ يعني قد تكون واشنطن على علم بما يملكه حزب الله من قوة ومن قدرات عسكرية تستطيع أن تلحق بإسرائيل أضرارا جسيمة بالممتلكات، بالقواعد العسكرية، بالمطارات، بالمنشآت، وكذلك بالأشخاص. ومن هنا تحاول الولايات المتحدة منذ البداية ومنذ فترة طويلة أن تهدئ الأجواء، ترسل هوكشتاين وغيره المرة بعد الأخرى من أجل تهدئة هذه الأجواء، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يصيب إسرائيل الكثير من الأذى، لأنه في حال تعرضت إسرائيل لأضرار كبيرة فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتدخل مباشرة، والرئيس بايدن يتجنب ذلك وقد تجنب ذلك فترة طيلة بالبداية، ونتنياهو يحاول أن يورطه في هذه الحرب، ولكن بايدن لأنه في سنة انتخابية والأوضاع حرجة من الناحية الانتخابية هو لا يستطيع أن يظهر بأنه يعرض الجنود الأمريكيين لأخطار، وبأنه لا يستطيع أن يدافع عن مصالح الولايات المتحدة مثلما يتهمه خصمه الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، ولكنه في الوقت عينه هو مضطر أن يساعد إسرائيل، ليس فقط لأسباب انتخابية وكي لا يتهم بالتقصير تجاه الحليف الأقوى في الشرق الأوسط لإسرائيل، ولكن أيضا لأنه هو مقتنع ومحب لإسرائيل من الناحية المبدئية ولا يقبل بأن يصيب إسرائيل على أرض الواقع.
سيد مسعود، هل نعم يتوقع جولة جديدة للمبعوث الأمريكي هوكشتاين الذي لم يضف على جولاته شيء حتى بعد أن غير الطرح، يعني عندما غيرت واشنطن الطرح وربطت بين الجبهتين، جبهة غزة والجبهة الشمالية، حتى في حالة الربط لم نشهد أي اختلاف فيما يتعلق ب جولات المبعوث الأمريكي. أيضا ربما أن هذا الربط لا يعجب نتنياهو ووصلنا إلى هذا الحال، فهل يتوقع جولة أخرى أيضا؟ يعني هوكشتاين أصبح واعي تماما بأن حزب الله لن يوقف عملياته العسكرية وإن كانت ضمن قواعد الاشتباك إلا بعد وقف إطلاق النار مع غزة. والآن أعتقد أنا أن الرئيس بايدن، خاصة بعد الخلاف الذي طرأ أمس بعد تصريحات نتنياهو وهجومه على الرئيس بايدن واتهامه لبايدن بأنه يقصر في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، ما أثار غضب الإدارة الأمريكية. أنا أعتقد شخصيا أن الرئيس بايدن سيركز الآن أكثر من الماضي على الضغط على نتنياهو للقبول بهدنة في قطاع في غزة، في رفح وفي قطاع غزة بالكامل، إيقاف هذه الحرب ربما من أجل حماية إسرائيل شمالا. يعني الرئيس بايدن غاضب جدا على نتنياهو والإدارة الأمريكية بكاملها هكذا، ولا نعرف إن كان ذلك سيؤثر على زيارة نتنياهو القادمة إلى الولايات المتحدة. أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو سيتجنب القيام بعمليات عسكرية كبرى ضد لبنان وضد حزب الله قبل 24 من شهر يوليو تموز القادم، موعد لقاء إلقاء الخطاب في الكونغرس، إذ أن إسرائيل ستكون تعرضت لكثير من الخسائر البشرية والمادية، وكذلك لبنان ربما يكون قد تدمرت فيه الكثير من المنشآت. ولا نعم. أشك ولا أعتقد أن نتنياهو يستطيع أن يأتي ويلقي خطابا يتباهى فيه بمثل هذه الإنجازات وهو المسؤول عنها. هل مثل هذه الظروف تدفع واشنطن إلى الضغط باتجاه صفقة ما؟ يعني أنا أعتقد أن ذلك أصبح الآن ممكنا، حتى الآن لم يتمكن الرئيس بايدن من الضغط مباشرة وبقوة على نتنياهو، ولكن بعد تصرف نتنياهو الأخير وفي حال سكت الرئيس بايدن ولم يضغط على إسرائيل أكثر مما كان يفعل في الماضي ويقوم بضغوط قوية، فإن ذلك سيثبت أنه رئيس ضعيف، وهذا سيؤثر على حملته الانتخابية. إن كنت أنا مستشارا للرئيس بايدن سأنصحه بكل بقوة بأن يضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب على غزة. بعد حوالي 9 أشهر لم يحقق أي شيء إلا قتل النساء والأطفال، هذا أمر فعلا يؤثر كثيرا على سمعة وعلى مصداقية الولايات المتحدة في العالم، وعلى الرئيس بايدن الآن أن يضغط، خاصة وأن نتنياهو أظهر الكثير من قلة الاحترام للولايات المتحدة ومن قلة الشكر للدولة التي مونته وزودته بالأسلحة والمال والحماية الدبلوماسية عالميا. نعم. من واشنطن السفير اللبناني والسابق مسعود معلوف، شكرا جزيلا لك.